هلا بنيجي احنا على الدايفرام. المحاضرة الثانية للدكتور أحمد اللي كان اسمها الدايفرام. الدايفرام هو الحد الفاصل بين الثوركس والأبدومن. هلا عشان نفهم الدايفرام، الدايفرام مكون من two lateral regions. الدايفرام raised into smooth convex dome laterally، بنسميهم right cubula و left cubula، يربط بينهم central area. central area بتكون شوي depressed، بنسميها central tendon. ال right cubula is higher than the left cubula، يعني ال right dome القبة اليمين أعلى من القبة الشمال بسبب الليفر، موجود الليفر تحتها. الدايفرام عبارة عن عضلة لها 3 origins: origin من الستيرنم من الزايفويد بروسس، origin من اللور 6 كوستال كارتليجز اند ريبس والفيرتبرال بارت، طالعة من 2 كرورة يعني ساقين للدايفرام و 5 اركويت ليجمنتس. طبعا كل هاي الشغلات غريبة جدا، هلا راح نشوفها مع الصور. زي ما حكينا الرايت كرورة متصلة مع البوديز اوف ابر 3 لمبر فيرتبرز والانترفيرتبرال ديسكس تبعتهم، بالاضافة الى انه it has 3 special features: it is larger, longer and stronger عشان يتقاوم الليفر لانه الليفر تحتها. some of its muscle fibers متجهة باتجاه اللفت عشان يحوطوا الإيسوفيجس، هلأ راح نشوفها بالصورة. some fibers descends from suspensory ligament، بينزلوا بيسووا السسبنسري ليجمنت تبعت الديودينم اللي بنسميه ليجمنت اوف ترايتس. نشوف صورة الرايت كوبيولا. هاي الرايت كوبيولا زي ما حكينا بعض فايبرز تبعتها بلفوا باتجاه اليسار عشان يحوطوا لي الإيسوفيجس، متجهات باتجاه اليسار عشان يحوطوا الاسوفيكس والانفيريور فينا كيفا. هلا منها ايضا راح يطلع عندي الليجامنتم اوف ترايتس، من هاي النقطة نازل باتجاه last part of the duodenum. هلا اللفت كرورة متصلة بالابر تو لمبر فيرتبراز والانترفيرتبرال ديسكس تبعونهم. هلا في عندي انا 5 arcuate ligaments: median arcuate ligament, lateral arcuate ligaments، هدول اثنين نشوفهم. هذا ال lateral arcuate ligament، اوكي. هلا وهذا هو ال median arcuate ligament. هلا ال arcuate ligaments هدول، الميديان اركويت ليجمنت بربط التو كرورة مع بعض. It lies across the aorta، يعني ورا الاورطة ماشي، يمتد من السايد اوف ال2 vertebra لحد امام ال1 ترانسفيرس بروسس، يعني طالع من عند المستوى ال2 باتجاه ال1. اللاترال اركويت ليجمنت يمتد من انا من ال L1 الى T الى 12th rib. هلا هدول الاركويت ليجمنتس اكروس ذا ابر بارت اوف كوادريت لامبورم، بغطوا لي الجزء الاعلى من عضله اسمها كوادريتس لامبورم. اوكي جنرالي ذا مسل فايبرز اللي طالعات من هدول الليجمنتس زي بيسووا لي vertebral triangle، بغطي لي posterior aspect of the kidney. تمام، هاي زي ما حكينا هاي الميديال arcuate ligament وهذا اللاترال arcuate ligament، بينهم رح يكون في فراغ منطقة رح يغطي لي posterior part of the kidney. الانسيرشن تبع العضلة بالنص بالسنترال تندون، النيرف سبلاي لهذا النيرف
لهذا العضلة الفرينك نيرف والسنسوري سبلاي عن طريق برضو الفرينك نيرف. الارتيريا سبلاي عن طريق الانفيريور فرينك ارتريز اللي من الابدومينال اورطة والسوبيريور فرينك ارتريز اللي من الثوراسيك اورطة، بالاضافة الى الكارد البريكارديو فرينك ارتريز. فاذا نطلع على الصورة رايت كراس ليفت كراس، هذا ميديان اركوت لاترال اركوت ميديان اركوت ولاترال اركوت، طبعا هاي كرورة وهاي كرورة. Function of diaphragm: inspiration, abdominal straining, weight lifting, thoracoabdominal pump. بيساعدني على ضخ الدم باتجاه الأعلى. هلا أهم إشي بهاي المحاضرة اللي هم الـ openings. في الديافرام يوجد عندي ثلاث فتحات رئيسية، بدنا نعرف مكان كل واحدة فيهم وإيش بطلع منها. وعندي minor فرامنا بدنا نحفظهم. أنا ما رح أقرأهم لأنه ما فيهم مش إشي، إذا فيهم صعوبة بتقدروا تبعتولي إيش الإشي الصعب عشان أجاوبكم على الواتساب.